يوم عرفة وأفضل أيام الدنيا عند طائفة من أهل العلم، وذلك لحديث خرجه ابن حبان في صحيحه من حديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الأيام يوم عرفة. وهذا كما أسلفت قول طائفة من أهل العلم. وذهب طائفة من العلماء إلى أن يوم النحر أفضل من يوم عرفة لحديث عبد الله بن قرط عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعظم الأيام عند الله يوم النحر ثم يوم النفر. خرجه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي وابن حبان.